نروح لحديث الساعة بالنسبة للنادي الأهلي، هو مودست. مودست بعد ما كان خلاص الناس كلها مش فقدت الأمل، ولكن كانوا حاسين اللي هو كمان كلاعب بقى عنده إحباط، أو بقى حاسس إن الانتقادات بتوصل له، أو نظرة الجمهور ليه بقت باينة. بالتالي أكتر حد سعيد بالهدف ده طبعا أسيست معلول ولا أروع، هو الجون كله أسيست معلول والرفعة دي، ولكن أكتر حد سعيد بالهدف ده كولر. كولر سعيد بالهدف ده جدا، هو اللي اختار الراجل ده، والراجل جه وسجل هدف مهم جدا. ممكن يكون الفترة الجاية الراجل يقدر يسجل، ممكن يكون من أكتر إمكانياته اللعب بالراس داخل منطقة الجزاء، وهو ده ما كانش متوفر ليه الفترة اللي فاتت. هنشوف اللي هيكون موجودين، ولكن خلينا نقول على طريقة الكبار هو أنقذ النادي الأهلي من وقوع في فخ مع نادي فيوتشر، ومارسيل كولر كان دفع بيه كبديل وشاف اللي هو ممكن يقدر يسجل، ونزل وسجل وصنع هدف. الصفحة الرسمية للنادي الأهلي كتبت كده من احتفال مودست مهاجم الفريق عقب تسجيله الهدف الثالث لفريق النادي الأهلي، وكمان صنع هدف رابع. أنا هويت وانتهيت، هداف بدرجة سوبر.